صباح الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، والصحة والعافية والستر، ربي يحفظكم ويرزقكم إن شاء الله. هنا راح أنظف عندي الشقة، طبعا عندي هذه يوم الخميس الجهال مداومين، وهنا غاسلة عندي المواعين، وراح أصفط عندي الملابس الغاسلة والغرف، طبعا هوسه لين طلعوا الأولاد للمدرسة، وحبيت أشارك اليوم وياكم. طبعا عندي هسه طلعة راح أطلع للمستشفى لين عندي هناك شغل أريد أجيب، عندي هناك ملفات يعني تحاليل والإجراء مع العملية مع يوسف لين صالها هو هواية، فهنا أنا صبيت شاي، راح نشرب بس شاي أنا ومحمد ونروح، ما دام طلعوا عندنا الأولاد نروح نجيب التقارير، لأن مثل ما قلت لكم عندنا شغلة بيها نجيبها من المستشفى. العملية سويناها من 2020 أو 2019، هناك راح نروح نتأكد منها ونرجع إن شاء الله. وحبيت أشارك فلوك اليوم وياكم، ولهنا اليوصل وياي صلى على محمد وآل محمد. طلعنا انا ومحمد وبلكي الله، وان شاء الله نلقى طبعا التقارير موجوده لانصالها هوايه بالمستشفى. من قال؟ انت قلت انصالها كل شوي، يمكن من 2018 2019 2020 يعني سوينا العمليه كل شوي مال قسمره، واحنا ما اعرف وقت محمد اخذ الدوام ما اعرف التقارير وين راحن، ناسي وين حطيتن اصلا، فراح نروح للمستشفى بلكي الله نلقاهن. انا راح اصير الساعه بالعشرة وشوف الزحمات ما شارع، الزحام مو طبيعي. طبعا طلعنا من الساعه 8 وهسه راح اصير الساعه بالعشرة، ولحد الان واصلين احنا للمستشفى. هذه هي المستشفى اللي سوينا بها العمليه، مستشفى التاج الاهلي اليوسف، وهسه راح ندخل. بعدنا بالمستشفى وجاي ننتظر ابو الحاسبه يقول الا بنيه تجي، انتظرها شوف تجي على مود نخلص ونطلع. صارت الساعه فوق العشرة قاعدين ننتظرين. قلنا الحمد لله وشكر، طبعا طلعناهن لقوهن يعني بالملفات، لان احنا مسوي له عمليه من 2020، لقوا الملفات واخذنا منهم نسختين، لان هي عمليتين مسوي لها احنا بالمستشفى مال ناظور ومال قسمره، اخذناهن وراح نرجع بعد للبيت. طبعا اصعب ايام مرت بحياتنا هي وقتها من سوينا له عمليه ليوسف، 12 يوم احنا بقينا بالمستشفى الا طلعنا، يعني ايام كل الصعبه، والحمد لله والشكر خلصنا من العمليه. طلعت لنا ورا شغله مال شو اسمه الحساسيه، ورا الحساسيه الفقر دم، ولا يعني حد مصاف لحد الان ابد، يعني مصاح لحد الان قد نركض بيه دكاتره، ولحد الان خطيه نعاني من شغلات، يعني نخلص من شغله تطلع لنا شغله. تعرفون حساسيه حنطه مثل تقريبا مرض السكر، اسم الله على الجهال البقيه وعلى العالم كلها، الله يشفي كل مريض. اي والله جه هذا اليوم هو يعني اذيه، اذا يتبهرز لازم يصير عنده قله مناعه وفقر دم وكل الامور تصير عليه، يعني ماكو فايده بالاكل اللي يدخل بجسمه اذا ما يتبرز زين. هو طفل تعالوا قنعوه مثل هو يتبرز شلون ما اعرف. احنا التزم خطيه سنه وشويه، بس بعدين قال ماما مليت، والحساسيه لازم واحد يلتزم بيها، والحمد لله على كل حال والله يشفي جميع المرضى. طبعا هنا فتنا من المستشفى العلويه، ذكرت ايام يوسف جبته هنا بالمستشفى، وراها سويت العملية قريبة على مستشفى العلوية، هي هذه المستشفى تاج الأهلي. شلون ذكريات اليوم؟ بعدنا بالازدحامات، الزحام بغداد ما يخلص. محمد نزل للمول قال بلكي ألقي لفات، لأن العشارة كلها معزلة، وهنا الجهال حلوا وهم زين الحمد لله والشكر، الله سهل أمرنا، ويعني وقت ويا يعني حلت الدوام رجعنا الف الحمد لله والشكر. انا ود نرجع بعد نخلص امورنا، لان الطلاب هسه خطيه هم طلعوهم. هذه هي المدرسه مال غيوثي، طلعناهم هسه وطريقنا راح نرجع بعد للبيت. انا محمد وانا محمد، وهنا حبيت اسوي الغداء، طبعا محتاره بسالفه الغداء،
فعندي هذا الدجاج الباقي طبعا ما مسوقه وما جايبه الدجاج، فعندي بس هذول. فشنو ايش راح اسويهم؟ راح اسويهم تشريب اصفر، غسلتهم هسه طبعا اني اغسله واجمده، بس بعدين هم من ارجع افتحه يعني اطلعه هم اغسله. وهسه شنو راح اخليه يحمس واخلي له بصل واسويه عن تشريب اصفر. هاي الطريقه مال تشريب الاصفر مو مثل قبل كنا نسويها. هاي طريقه التشريب الاصفر كلش كلش طيبه، طبعا مجربيها وحماتي يعني من كنا نروح ينبيت خاله وقتها بايام العمليه مسوت، طبعا سوتها وكلش عجبتني وعجبت الجهال، فراح اسويها على طريقتها كلش طيبه وراح اسويها تمن ابيض. هم انا راح اسوي بصل اثروم هسه واثروم البوتيته. غاسلة عندي هاي الماعين، معزلة عندي الكاونتر بس عندي هاي الماعونين، والدجاج بعده اريده شوية بس شو اسمه يعني يحمس يذبل. وراح احط البهارات فلفل اسود ونوم بصرة وكاري وكركم، بس هذه البهارات يعني اللي راح اخليه هي. وهسه شوية راح اترم البصل واضيفه ورا فوق الدجاج يعني، واضيف لهم البهارات سوى يعني كله سوى، واضيف لهم المي. وشنو بعدين الا احط شو اسمها البوتيته على مو شنو لا تنمرد. انا شنو حمص عندي الدجاج، بس شنو طلعته على صفحه حبيت احمس البصل. هي طبعا البصل يصير فوق الدجاج يعني يحمس، بس انا شنو سويت طلعت الدجاج على صفحه وعلى مود اريده يحمس يعني زين عند البصل جدا. وراح اضيف فوقه الدجاج والبهارات مثل ما قلت لكم، اضيفه احمس فوقه واضيف لهم المي. هنا ضفت له البهارات وراح اخليهم يحمسونهم ويا المواد يعني ويا الدجاج والبصل زين، اضيف لهم المي. فاتح عند البلاط مي حار اضيف لهم واخليه يستوي يعني الطريق اللي يستوي اضيف البوتيته على مود عندي لكن مرد تبقى يعني صحاح شكلها كلش حلو يصير وطعمه كلش طيب. انا طبعا حطيت له المي وراح اطبقه وانتظره لحد ما قريب يستوي اضيف له مثل ما قلت لكم البوتيته. وطبعا هي مو تعلوم كل العراقيات وكل يعني اغلب هي كل الدول يعني تعرف تطبخ، بس شنو انا احب اشارك يومي وياكم، ماكو واحده ما تعرف تطبخ، ماكو واحده ما معدله من النساء يعني النساء كلكم معدلات وكلكم شاطرات، بس اني احب اشارك يومي وياكم. وهنا أنا ستقريبا استوى عندنا الدجاج، راح اضيف ويا البوتيته على ما تستوي سوا وخليهم يعني مو مرقه يعني مو المي هوايه اقل منه. سويها شلون المرقه التخينه بيقولوا لي عشت ايدك عشت ايدك محمد لان هو طبخه ايه هو كل شيء يقولوني. حطيت بيه بوتيته لان احنا نحب البوتيته وخصتين بهاي الطريقه كلش كلش طيبه تصير. حطيت الملح يعني جاهز من كل المواد. اي ناكل الدجاج وتذب البوتيته. اي كلش يحب البوتيته. اي ها هي. اطبقه بعد وانتظر لحد ما يستوي. انا حطيت التمن اريده ينسلق على مود ابزله وال شو اسمه التشريد عندي، بس اريده يفور بعد ويثخن يعني اطفيه. انا جهز الغداء. التشريب صار عندنا بهذا الشكل، ريحة مالته كلش كلش طيبة. عندنا عنبة والتمن فجل وملح حامض وبصل وفلفل وطرشي، وهنا مواعين التمن. وهسه راح نتغدى وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية. إن شاء الله أشارك ورا الغداء عم روتين وياكم يعني أكمل، أريد أنظف وأريد أعزل الشقة. خلصنا، بقى عندي بصل حطيته بهذه الحافظة صغيرة. راح ارجع الاكل عندي هذا الطرشي بالثلاجة نسيته. راح اغسل عندي الماعين طبعا، راح انام شوية على مود ورا ما اقعد لان تعبت حيل وراسي انسطر من الطلعة، قطيناها بالازدحام وكان اليوم ما يعني ما شاء الله حرارة مو طبيعية، بيقول بلبة الصيف ولا يقول احنا راح ندخل بالدعش. احنا هسه في شهر العاشر، حارة حارة فد مرة يعني بحيث ترى تصور لكم التليفون حمى قام ما يشتغل من شدة الحرارة. الحمد لله والشكر على كل حال، ما اعرف شو وقت نفرح بالشتاء شو وقت نفرش شو وقت نحش بالاجواء الشتوية ما اعرف.
هنا راح أعزل، أثر علي ترى أنا التعب والحر. خلص لماعين وأكمل روتين وياكم. أنا غسلت عندي هذه الوجبة مال هدوم، وهذه الوجبة غسلتها وناشفة، وهسه راح أصفطهن وأرجع على التعزيل مال الشقة لينهوسة. مثل ما تشوفون راح كلها أرتبها وأمسحها وأغسل الصحيات، غرفة هم مالت نهوسة وكلها راح أرتبها. الكاونتر وعزلت عندي المواعين، وباقي عندي بس هذا القبق ما غسلته وغلاصين غسلتهم ومسحته، وراح أغسل عندي هاي الدواسات مال الحمام، وهنا أنا هذه هم الدواسة راح أغسلها، وراح الهدوم هم شلتين راح أغسلها ذني على مود أشرهن وأرجع على باقي الأشياء هم أنظفها. أنا رشيت عندي الكاونتر كله قاصر، ورشيت صحيات عندي، وغسلت عندي تكرمون تواليت جلفته، وهنا أنا شنو فرش شنو نقعت نقع كله، يعني رشيتها مي العفو معطر، رشيتها كله عندي وراح أمسحها، لأن عندي هنا أنا الهدوم شلتهن كلهن على مدى صفطن من أخلص. طلعت العصافير هم برا وحطيت الفرشاتهن راح ينغسلن، مال قدام الحمام يعني والمال شو اسمه المطبخ، وراح ابدي امسح على مود اغسل عندي يبقى بس الحمام. هذا هو الاسم مال البرنامج مال الشيئين، اكتبوه ونزلوه وصفحوا به وكل شيء راح تلقون موجود به. بعد ما خلصت الشقة ونظفتها كلها والحمد لله وشكر غسل ارتاحيت، ورشي اهم شيء المعطر غسلت عندي، استخدم هذا المعطر هسه ريحته كلش طيبة. عزلت غرفة عبد الله عندي الملابس مثل ما قلت لكم اريد اخلص وصفطهن، وغسلت عندي هذه مال الحمام ومال المطبخ الفرشات، حطيت العصافير هنا هم طلعتهن، وهنا بعد المطبخ هم جلفته عندي السن كله، الحمامات جلفتها كلها هم صارت عندي تلمع مثل ما تشوفون، مسحته كله جلفته ومسحته والحمد لله والشكر خلصت. وما عندي هسه بقى شيء، الشقة كلها نظيفة ومرتبة والحمد لله والشكر. ولهنا أنا راح أختم وياكم الفيديو وأتمنى ينال إعجابكم، وطبعا الصورة مال البرنامج مال الشيئين راح أنزل لكم ياها، لأن سألتوني هم عليه قلتوا لي هذا يا برنامج، إن شاء الله راح أنزل لكم ياها ويا الفيديو، ودخلوا عليه يعني وصفحوا وتدللون من عيوني، كل شيء اللي تحتاجوه اكتبوا لي اياه بالتعليقات وأنا راح أقرأ. مع ألف سلامة، أحبكم كل شهواية، ربي يحفظكم ويستر عليكم، يعطيكم الصحة والعافية.